سو خليني اقول لكم المالتي ناشونالز بتفكر ازاي. انت يور ان بزنس عندك اوريدي, احنا هنبتدي في مرحله انا عندي بروفن برودكت اور سيرفيس ماشي. سو عندك شير هولدرز. سو اول حاجه بتفكر استراتيجيكلي انا البيزنس الفيجن بتاعتي اللي هو الشير هولدرز بقى الناس الكبيره بقى اللي هنقعد مع بعض وير ان بزنس, حطينا الفلوس وحطينا الكابيتس وهننتج جميل ماشي. طب البورتفوليو ايه؟ ايه الاوبورتيونيتيز؟ ايه الانوفيشن بايب لاين؟ ما ينفعش ان انا الونش النهارده واقفل بكره. اوكي هكيب مومنتم ازاي مع الماركت؟ ايه الماركت ترندز؟ فيري هاي ليفل فيجنري تايب اوف ستاف. وهنا بيجي كريتنج ذا براند ستراتيجي. براند ستراتيجي وانس يو لوك ان ذا براند ستراتيجي داز نوت تشينج, يو ريفايز ات افري 3 ييرز. الحته الثانيه سوري في الاستراتيجي دي الاسئله اللي بنسالها. ممكن بتعمل ماتريكس لطيف كده ability to win size of the prize وبتسال نفسك اسئله. الاسئله دي انت ممكن تسالها لنفسك. It's absolutely fine. طبعا في المالتي ناشونال كل سؤال من ده بنعمل له ريسيرش قد كده. Alright في experience ونجيب consultants وافلام يعني. Alright so ability to win, do you have the economies of scale? Okay are you expert in what you're gonna do? Ability to distribute. كلها اسئله المفروض ان انتوا تسالوها لنفسكم. Size of the prize, انا النهارده بحط مجهودي وفلوسي. اوكي طب ما انا يعني مش يعني ممكن ابقى passionate وكل الكلام ده جميل جدا بس انا ده بيزنس بزنس يعني لازم يبقى فيه. ولما هتعين ناس الناس دي فاتحه بيوت اوكي هتعينهم النهارده وتقسمهم بكره. Alright one of the things as you know انه السميز ان جنرال هما الفيول بتاع اي ايكونومي. يعني الجروث الرهيب اللي في الهند او الصين is because these little people they're doing creating jobs مخليين الدنيا تمشي. Alright فالحته دي الاستراتيجيك. النص الثاني التكتيكال. التكتيكال بقى اللي هو الماركتنج اون ذا جراوند اللي هو اللعيبه بتوعك بقى اللي هيقعد ايه يعمل لك الادفايزنج كامبين ويظبطك الاونلاين كونتنت ويقعد يشوف الميديا بلان والحاجات اللي هي اللطيفه دي. يخش بقى يعمل سيلز بروموشن وكل الكلام اللطيف ده. ده تكتيكال. وان ا لوت اوف كيسز للاسف في لخبطه ما بين الاستراتيجيك والتكتيكال. يعني جنرالي يعني انا مش عارفه في الموضوع ده بس جنرالي الماركتنج براكتسز في مصر والتفكير اوت ديتد قوي. يعني لسه بنفكر في الفور بيز مع احترامي لفيليب كوكلز واللي دخل على البيج بتاعتي انا حاطه صورتي متصوره معايا من 20 سنه. اوكي فبس الدنيا تطورت بينما هنا الكورسز اللي بتتقال بتتعلموها في مصر اي دونت نو في دنيا ثانيه. يعني ما عادش في حاجه اسمها بي فور بروموشن يعني ما عادش عارف. Honestly that's a separate discussion بس بليز دايما فكروا strategic and tactical. والحته اللي ماي ريزرفيشن اون ستارت ابس في مصر انه يلا انا عندي اب يلا نعمل فيسبوك بيج يلا نعمل فيسبوك ادز خلاص انا بزنس. اوكي اند يو كلوز ذا نكست سيل.